راغلة، أتحداكم شعبا وقيادة ودولة وحكومة وقارة، إذا كنتم فعلا أنتم قوة اقتصادية في شمال إفريقيا كما تدعون وتكذبون على شعبكم، ديروا ديو أو تفعلون تعملون ديو أو تفعلون ديو أو سموها كما شئتم. هذا الفيديو هذا، إذا كنتم قوة اقتصادية كما راكم تكذبوا على الشعب ديالكم، ديروا ديو، واحد فيكم يكون راجل ويدير ديو مع هذا الفيديو هذا. هذا الطابور اللي كتشوفوا فيه ديال الشعب هذا 24 ساعة على 24 ساعة على مدار السنة، 24 ساعة على 24 ساعة على مدار السنة. هذه هي القوة الاقتصادية الحقيقية في شمال إفريقيا، هي المملكة المغربية الشريفة العلوية بقيادة الشريف العلوي السادس نصره الله وحفظه. ياكم واحد من الفيديو هذا الفيديو، هذا الطابور هذا اللي كتشوفوا فيه الشاحنات كلها مرقمة بالترقيم مغربي وليس ترقيما أجنبي كما تدعون. خليكم مع الفيديو ويخرج منكم واحد يكون راجل ويدير ديو مع هذا الفيديو، ومستعد ندير معكم بث مباشر 24 ساعة على 24 ساعة. خليكم مع الفيديو وتشوفوا كل شيء. على بركة الله نبداو من مدينة أكادير 33. حداكم أي واحد فيكم كرهولي يدير ديو بهاد الشاحنات إلا كانوا عندكم بحالهم تما في الدزاير. يلا جيبوا لنا شي طابور تاع الشاحنات عندكم بالترقيم الجزائري. اتحداكم يا ايها الكراغلة شعبا وقيادة وحكومة. 24 ساعة على 24 ساعة، اذا كنتم اقوى دولة في المنطقة اقتصاديا كما تدعون، مستعد ندير معكم بث مباشر 24 ساعة على 24 ساعة. تبارك الله ما شاء الله، تبارك الله ما شاء الله. هذه الشاحنات كلها متجهة نحو الدول الأوروبية الاستيراد والتصدير، ليش التصدير فقط باش تعرفوا اشنو كنقول لكم. هذا ماشي غير تصدير وحده باش ما تمشوش غالطين، التصدير والاستيراد يعني كيديو ويجيبو. اتحداكم يا ايها الكراغلة شعبا وقيادة وجيشا وحكومة، ديروا ديو مع هذا الفيديو هذا مثل هاد الشاحنات، يكونوا عندكم مثل هاد الشاحنات هذو وكلها ترقيم مغربي ليس ترقيم اجنبي او شيء من هذا القبيل. اتحداكم جميعا، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء إلى فيديو قادم. لا تنسوش التحدي، أتحداكم الاستيراد وتصدير الخضار والفواكه والمنتوجات المغربية إلى الدول الأوروبية والدول الإفريقية.